النهارده ان شاء الله هنتكلم مع حضراتكم عن الحصاد الاسماك ومعاملات ما بعد الحصاد. قبل ما اصطاد السمك بتاعي واسوقه، اول حاجه بعملها قبل ما بفكر في الصيد ان انا بوقف التغذيه قبل الصيد بيوم او اتنين، ويستحسن ان انا اعمل تذوق للاسماك، ان انا ادوق السمك بتاعي واشوف المنتج بتاعه طعمه عامل ايه. لا قدر الله لو في رائحه غير مرغوبه يستحسن ان انا ما اسوقش المنتج وهو في تحت الظروف ديت. براعي ان المصرف اللي انا بستخدمه او بصرف فيه مية الحوض يكون يستوعب المية، لان بضخ كمية مية كبيرة من الحوض في فترة زمنية بسيطة. ببدأ عملية الصيد، تجهيز للصيد الفعلية المرحلة التانية، ان انا بقفل فتحة الري والصرف بتاعة الاحواض عشان ما فيش مية تدخل الحوض. بصرف الحوض بتاعي بسرعة في خلال الليل، ما يكونش في خلال النهار عشان درجة الحرارة، اهرب من درجة الحرارة العالية في نقل السمك. لما المياه بتوصل لمستوى الخبو اللي هي المنطقة اللي بجمع منها الأسماك، يستحسن ان انا بكون عندي مصدر مياه متجدد داخل الحوض على اساس ان انا احافظ على السمك بحيوية عالية وانتج اطلع المنتج نظيف. يعني بجمع السمك عندي بشباك في الخبو بسرعة بقدر المستطاع، ويكون العمالة بتاعتي مهرة بحيث يعملوا تداول جيد للسمكة، ما يكونش عليها اجهاد وتطلع بسرعة. بيجمع السمك بعد ما يتجمع في الشبك بطلعه في بوكس أو في شلبات لخارج الحوض للمكان اللي هنقل لوسيلة النقل، ويستحسن في ناس بينقلوا السمك بتاعهم لعياشة خارجية بحيث السمك يتغسل من الطين ومن الفضلات اللي فيه وبتديله حيوية أعلى. ببدأ بعد كده أخد السمك بتاعي لمكان اللي بغسل فيه، بتم عملية الغسيل الأسماك، وده في حوض بمصمم مخصوص لعملية غسيل الأسماك. الحوض ده ممكن يكون أو مكان الغسيل ده بيكون مبني من الطوب، ويستحسن يكون السطح بتاعه من الداخل أملس عشان ما يجرحش السمك بتاعي. الحوض نفسه يكون فيه ميول بسيطة تسمح بحركة السمك ولحظة الغسيل نفسه بحيث أنه يطلع بسهولة مع المية لتنقل للوحدة تانية اللي هي وحدة الفرز والتدريج. وحدة الفرز والتدريج ده بتكون عبارة عن ترابيزة أو معدنية أو فايبر أو خلافه، بيكون مساحتها برضو مناسبة إن بيشتغل عندي من عدد كافي من العمالة على السمك المنتج عندي في الحوض، بحيث بتتم عملية التدريج بسرعة عالية، لأن الصيد والفرز والتدريج لازم يتموا خلال فترة زمنية بسيطة عشان المنتج بتاعي يوصل السوق بحيويته عالية وما يحصلوش تدهور لجودة المنتج. فأثناء عملية الفرز براعي إن أنا أفرز السمك بتاعي للأحجام التسويقية المرغوبة في السوق، السوبر وأولى وتانية والأحجام اللي بتطلبها السوق عندي. بوزن السمك بتاعي للأوزان المطلوبة حسب السوق، وفي الغالب الوزن عندنا المطلوب للسوق 25 كيلو جرام. يفضل إن أنا أنقل سمكي في عبوات الفوم، وده ممكن ما يكونش متوفر، فبننقل العبوات بتاعتنا في تنكات البوكس البلاستيك. البوكسة 25 كيلو، بحط في البوكسة تلج من تحت وتلج من فوق عشان أحافظ على المنتج بتاعي. لو أنا بنقل السمك بتاعي في صناديق، براعي الرص السمك بيكون بطريقة جسم السمكة مستقيم عشان ما تنتنيش وما حصلش فيها انحناءات وتتيبسش وهي على هذا الوضع. رص السمك بعناية بيحافظ على السمك بتاعي من التلف.